وفاء، في صوت كركبة في المطبخ. ايه الكركبة دي؟ في حرامي ولا ايه؟ واضح ان كمان ايه هبعت لنا حد عشان يزينا وعمل لنا حاجة. انت هتقعد تحذر وتفذر؟ ما تقوم يا راجل تشوف فيه ايه؟ مفيش هنا سكينة ولا خشبة ولا حديدة ولا اي حاجة. السكاكين كلها في المطبخ يا اشرف. قوم قوم شوف فيه ايه في المطبخ. طب تعالي معايا عشان تقوي قلبي. هم معاك ايه؟ هم قالوا يا رجاله ولا قالوا يا ستات؟ ما تقوم بقى وتسترجل كده شويه وتجمد. هقوم بس والنبي تعالي معايا يلا يلا بس يلا وفاء بقى. خلاص بقى اسكت. ده انا هقطعه هتشوف. قطعه ايه يا اخي ده خيبه في شكلك. يلا بس بقى يلا وفاء ما تخافيش بقى. اتفضلي اتفضلي. لا لو النبي لو النبي كل شيء. ايوه انا بظهرك ما تخافش ما تخافش انا وراك. انا مش خايف على فكرة. عوض اثبت مكانك. واه 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 روح روح لما اقصد ستان يحميكي ربنا يا بنتي ويكفيكي شر العين. حبيبتي يما هخلص حتتك دي ونتكلم. هو العلام حلو وكل حاجه بس لبنتي اخرتها ايه غير الجواز وتربيه العيال؟ انا مش هطمن عليكي إلا إذا بقيتي في عزمة راجل يسونك ويقدرك. الكلام ده سابق لأوانه يما. أنا غرض أقولك إن ناجي واد عمك راجل زين ومالو هدومه وحدها فلوس وعنده طين. مش عاجبك ليه ولا عاجب أبوكي؟ عشان شايفني مرة يما كل شغلتها إن هي تتجوز وتخلف وبس. مش قادر يفهم إن بني أدنى زيه ليها حقوق وعندي طموح وأحلام لازم أحققها. لو بقيتي مرات ناجي ما حدش هيقدر يبصلك. ناجي الناس بتخاف منه وبتعمل له ألف حساب. ما انا برضك بالتعامل وتحسب عليه. وبعدين انت نسيت ان انا بترخشن ولا ايه؟ يا مني انا امك لو حط عينك على حد قوليلي. الموضوع مش كده يما. كل الموضوع ان انا متعلمه وعارف كيف اختار. وناجي ما ينفعنيش. ناجي ابن عمي وبس يما. اوعي تبقي فاكره ان العلام هيعمل منك حاجه تانيه. المره هتفضل مره مهما راحت ولا جات. انا مش عارفه لحد متى الست هتبقى ضد نفسها كده. معلش يما انا عندي مذاكره كتير هطلع اكملها فوق بعد اذنك يما. بقول لك انا صيف ما لاقيش معاك 20 جنيه سلف. 20 جنيه اجيب لك منين؟ ده المفروض انا اللي اسلف منك. انت اللي متبع ناجي تاكل من واكله وتشرب من حشيشه. صح اللي ما يعرفش يقول ناجي. ناجي ده بيخاف يخش الكبانيله يجوع. الجنيه عنديه برقبه راجل وما يطلعوش من جيبه الا عشان مصلحته. طب ومتبعه ليه؟ ما تهمل وتمشي يا اخي. رزقي ضيق يا نصيف. انتوا النصارى ربنا اداكوا الدنيا عشان يقدر موسع عليكم رزقكم. النصارى وانا زيك اهو اكتر وبنصف التراب. انت فجر يا نصيف عندك مكرم اهو. من كام سنة كان الفلج في رجليه يتدس في الفار ما يبانش. إنما دلوقت بقى يلبس صوف وعنده محل ذهب وولده حيبقى دكتور كبير. وفجري وكل العبر فيه بس دخل ده إيه بأنه نصراني أبو مخ ظلم. أنا مخ ظلم أنا صيف؟ أنت هتتمجلط علي؟ بقول لك إيه؟ روح الشطر على ناجي ولا على مكرم. ولا أقول لك تعال نشرب عرق عند أبو مركوب. على حسابك أنت اللي هتدفع. على النوتة. يلا قدامي. ايه يلا بسرعة. وايه اللي بسرعة؟ اركب بسرعة اركب بسرعة يلا. بتعمل ايه هنا؟ اركب بسرعة ما تغلبنيش انا بموت في المغامرات. يلا يلا بعون الله احلى مغامرة الليلة دي. يلا يلا يلا. الله يحن عليك. تحب المغامرات؟ جاهز. لا عسل أشرف. هو احنا هنفضل واقفين كده؟ احنا بقالنا نص ساعة. ما تخش تهجم عليه. استني ياخد بس وانط فوقيه. طب ايه رأيك اصوت والم عليه الناس يمكن هو يخرج. صدق فكرة. صوتي وانا في ظهرك. يلا صوتي. يا لهوي الحقونا. الحرامية اهي